Die Classical Modeling. نطلع كلاسيكال موديلنج للسيستم. اول خطوه بدي احددها بدنا نحدد الانبوت والاوتبوت. طبعا هذا السيستم لانه سنجل انبوت سنجل اوتبوت هو اس اي اس او شايف. في عندي سنجل انبوت سنجل اوتبوت فحدد الانبوت بدي احدد شو الانبوت وبدي احدد شو الاوتبوت. بعدين بنكتب ديفرنشال ايكويشن differential equation حسب الاوردر تبعها. اذا السيستم سكند اوردر حتكون سكند اوردر differential equation، اذا فيرست اوردر ثيرد اوردر حسب الاوردر تبع السيستم. رح يطلع معي بالنهايه one differential equation بتربط الانبوت بالاوتبوت. هلا بناخذ ناخذ اللابلاس ترانسفورم، وطبعا بدنا نتذكر واحنا بناخذ اللابلاس ترانسفورم ايش بهمنا نتذكر؟ initial conditions. اذا taking اذا بدنا ناخذ بعين الاعتبار initial conditions، ولما ناخذ اللابلاس ترانسفورم نحن ناخذ بعين الاعتبار initial conditions تبعت السيستم. اخذنا اللابلاس ترانسفورم بعدين بنعمل rearranging. Find f of s. هاي عندي هون f of s. طبعا حتى هذا العملية تزبط لازم يكون عندي السيستم single input single output، بده يكون linear وبده يكون time invariant. اوكي هاي الثلاث اشياء الشروط الاساسية. اذا احنا هون اخذنا كتبنا differential equation اخذنا اللابلاس صار عندي هلا اللابلاس ترانسفورم تبع f of s. هلا بس خلينا احط هون الconditions او الassumptions. System is linear. System is time invariant. يعني ما بتغير مع الزمن. والشيء الثالث انه عندي single input single output. حققوا عندي الثلاث شروط هذول بقدر اتبع الكلاسيكال موديلنج ابروتش. رح يطلع يعطيني ترانسفير فانكشن. ترانسفير فانكشن هاي بتوصف لي السيستم دايناميك ريليشن شيب ما بين الانبوت والاوتبوت. الان لو بدي اطلع لو عندي جيت سالت عندي انبوت معين فانكشن انبوت معين معرفه بالتايم دومين شو بعمل؟ بحولها للفريكونسي دومين كومبلكس فريكونسي دومين بعمل لابلاس ترانسفورم. اذا بناخذ لابلاس ترانسفورم اوف input signal زي ايش امثله على input signal؟ step function واحد على s مش هيك ramp half s square unit ramp الى اخره. فباخذ بطلع اللابلاس ترانسفورم. اذا بدي اطلع اللابلاس ترانسفورم of u of t مثلا او x of t وهذا بعطيني u of s. هذا طبعا اعطاني f of s. الان اللابلاس ترانسفورم ميزته انه اذا عندي الانبوت اللابلاس ترانسفورم تبع الانبوت سيجنال بضربه ضرب في اللابلاس ترانسفورم تبع الفانكشن او ترانسفير فانكشن موجوده هون بعطيني اللابلاس ترانسفورم للاوتبوت. هذا غير صحيح وين؟ هذا غير صحيح بالتايم دومين. اوكي ماشي. هذا ما بزبط بالتايم دومين. بالتايم دومين بدي اعمل كونفوليوشن هي عمليه معقده الكونفوليوشن ما بين الانبوت والفانكشن حتى يطلع عندي الاوتبوت. اللابلاس ترانسفورم ميزته انه بسهل العمليه هاي. بطلع الترانسفير فانكشن تبع يو اوف اس او اكس اوف اس بضربه في الترانسفير فانكشن في الترانسفير فانكشن بطلع لابلاس ترانسفورم للانبوت فانكشن بضربه في الترانسفير فانكشن بيطلع معي اللابلاس ترانسفورم للاوتبوت. اذا الخطوه السادسه هون
بصير عندي واي اوف اس يساوي يو اوف اس مضروب في اف اوف اس، وانا بس بحكي عن وان انبوت وان اوتبوت. كل شغلنا بالكلاسيكال موديلينج كلاسيكال سيستم بيطلع معي. وبعدين ايش اخر شيء بعمل؟ انفرس لابلاس ترانسفورم اوف واي اوف اس، وهذا بعطيني واي اوف تي. فعندي هون يو اوف تي واي اوف تي يو اوف اس واي اوف اس. اوكي، هذا هلا اذا هاي الاشياء بطلت عندي صحيحه، بطلت اقدر استعمل الكلاسيكال موديلينج ابروتش.